حوارات شيقة وساخنة تتابعونها في حديث الوطن. وضيف حلقة اليوم سعادة خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي. الأسرة هي الأساس، لأن القوام يأتي من الأسرة. الحياة هي عطاء، مفهوم النجاح لا يأتي إلا بتحقيق النتائج. الإبداع والأفكار الجديدة جزء من العمل الحكومي أصبح. هيئة تنمية المجتمع هي حقيقة لترسيخ المفاهيم، ومن خرجات الهيئة هي الهوية الوطنية. خلقت الهيئة أو أنشئت الهيئة حقيقة لخدمة المواطن. حديث الوطن في الأوقات التالية. هذا البرنامج برعاية مركز المزمار للدراسات والبحوث.